بسم الله ربنا ثبتنا على التوحيد وزدنا من محبتك يا صاحب الوعد والوعيد، واجعلنا نزداد قربا منك يا قريب يا عتيد. يقول ربي: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك، ربي احصرنا ووصفنا واضح، احنا اللي اخترنا الآخرة على الدنيا، فأولئك كان سعيهم، أي كل ما قمنا به من سعي مادي أو روحي أو فكري أو إشاري أو سعي بالصمت، كله قد رحنا عنا. الصمت هي فرصة غالية حتى نتخيل وجودنا بين يدي الله، وكيف سنقبل قرآنه العظيم، وكيف سنتبع اتباعا حسنا بنا صافيا لنبينا عليه الصلاة والتسليم. يقول: وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم مشكورا. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها فأولئك كان سعيهم، شوف لابد من عمل، العصا ولا تحيا تسعى، والمؤمن الحقيقي يسعى ولو كبلوه ولو قهروه ولو أذلوه، فهو يسعى أن يحميه الله من الشك في دين الله أو التوجه لغير الله حتى يقدر على خلاصه مما هو في غارق في العذاب. هذا ليس هناك من ولي ونصير سوى الله سبحانه وتعالى البصير والقوي والمتين والمنتقم. والسلام عليكم ورحمة منه وبركات ورضوان.